خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك يا دكتور اسامه؟ انا كويس زي الفل الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله كويسه. طيب اتعرف بيكي. انا اسراء. اسراء كم سنه اسراء؟ 17 سنه. مرتبطه اسراء؟ ايوه انا مرتبطه. مرتبطة مخطوبة يعني ولا ارتباط عاطفي؟ لا مش مخطوبة، هو شبه ارتباط عاطفي يعني كده. يعني لسه بداية علاقة؟ لا مش بداية علاقة، هي ايه، هي علاقة وشكلها كده خلاص يعني متلخلخة في الاخر يعني. متلخلخة. طيب عنده كم سنة اسراء؟ هو عنده 22 سنة. وانت عندك 17، يعني في فرق 5 سنين. طيب ايه اللي حصل؟ حصل اني انا تعرفت عليه عادي، بس مش انا اللي كنت عايزه يعني اتعرف عليه واكلمه، هو بدا معايا الكلام وكده. بس احنا عشان احنا صعايده وكده، هو برده قلت له اني ما ينفعش كلام. لازم في الاول بيبقى حتى عشان انت تعرف ماما قبل ما تعرفني. كلم ماما. بس قال لي لا، هو كلها 6 شهور بالظبط، يعني السنه الكليه دي تخلص وساعتها اتكلم عشان ايه ابقى يعني اتكلم بقلب جامد وكده. طيب جميل، وبعدين؟ ماما لما عرفت طبعا انت بتكلمي عمري بمناسبه ايه، رحت حكيت لها، قلت لها يا ماما كذا كذا، حكيت لها كل حاجه. طبعا ماما زعلت شويه لاني عمري بتثق فيه وكده، هو بتعزه. كلمته قالت له اللي بينك وبين اسراء وكده. قال لها ما فيش حاجه ما بيني وما بينها، احنا اسراء بعزها وزي اختي صغيره وعادي خالص، ما فيش حاجه ما بيننا. باعك في اول منعطف يعني؟ في اول طريق. في اول ملف سقط الدنيا كلها. كنت ساعتها انا بمتحن لسه يعني. ماما كلمتني وقالت لي ما تكلمهوش تاني وكده، خدت لي شهر بالظبط ما بكلمهوش. المهم اول ما قابلته انا في الصعيد، فاول ما نزلت القاهره قال لي هم قالوا لك ايه ومش قالوا لك ايه، وانا اسف بس انا ما حصلش حاجه، انا كان لازم اقول كده عشان مامتك تخلينا عادي يعني نتكلم ونتقابل عادي وما تزنقش عليكي كده. فانت صدقتي؟ صدقت. صدقتي ان هو بعد ما باعك قدام والدتك صدقتي ان هو عادي يعني لا ما هو نكر كل الكلام اللي انا حكيته له، وهم يعني ماما وطنت يعني هو انكر حتى ان هو قال لامك كده. هو يعني طلع امك كدابه. كل اللي قاله لي قال لي انا قلت لها انا واسراء صحاب. رحت المهم انا الصراحه صدقته، مع اني برضو كنت يعني صدقته وانا مش عايزه اصدقه، بس صدقته عشان انا بحبه. ما هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، الذكاء. انك عطلتي مخك وما فكرتيش في اي حاجه علشان بتحبي، فيكذب عليكي وتصدقي، يضحك عليكي وتصدقي، يبوظ لك حياتك وتصدقي كل حاجه وتصدقي. بس ف يعني كنت بتنزل على حاجات كتير قوي عشان تكلمي ده ما تكلميش دوت، بتضحكي بتهزري، لبسك غيري الجيب مش عارفه ايه. المهم اتعرفت على واحده بس تبقى صاحبته، يعني ايه واحده اخت صاحبه على كلامه هو. اخت صاحبه، فانا بكلمها طبعا بحسن نيه، انت بتقولي انت تعرفي عمري منين وكده، بقول لها عمري انا يعني بحبه وبيحبني وكده وبحكي لها يعني. المهم اكتشفت بعدين يمكن بشهر هو اول ما عرف ان انا بكلمها قال لي ما تكلمهاش يعني عزه، ما تكلمهاش وملكش علاقه بيها. ليه بقى؟ عشان هو كان اصلا بيكلم عزه. يعني كان في علاقه بينهم وبين بعض. هو جه حكالي لما لقاني برضو بكلمها. حكالي قال لي انا كنت بكلم عزه وفي علاقه ما بيني وما بينها، كان في علاقه يعني انا سبتها قبل ما اعرفك. قلت له اوكي ماشي، هي كويسه كانت معايا، كنت بكلمها عادي خالص، هي كانت بتحكي لي على حبيبها اللي هو المفروض اسمه احمد. المهم هي بتحكي لي على احمد بس هو ما طلعش احمد، هو بتحكي لي على عمرو.
بعديها كانت يعني اكتشفتي ان هو كان بيلعب بيكي والدنيا كانت 100 فل و14 وكده. انا ما رضيتش اصارحه وكان بيكلمها وهو لسه معايا ولسه بيتكلم رجع لها. يعني باعك واكتشفتي انه كان بيلعب بيكي ومصاحب واحده تانية والدنيا كانت كده. طيب. لما عايزه اكتشفت ان هي عايزه ترجع له وعايزه ليها لوحدها راحت كلمته وقالت له انا بكلم اسراء ومش عارفه ايه وكده. هو طبعا اتصل بيا انتي انا قلت لك اختاري ما بيني وما بين عايزه وانت اخترتي عايزه وانت ما بتحبنيش وانت مش عارفه ايه. مع ان احنا يعني كل ما كان يطلب حاجه اقول له لا يقول لي انت ما بتحبنيش انت لسه ما بتحبيش فيا انت. بس في النهايه وصلتوا لايه يا بابا؟ وصلتوا لايه؟ في النهايه بتصل بيه ما بيردش اتصل ما بيردش كنسل على طول انتظار. بس طيب بصي بقى 17 سنه ودخلتي في علاقه وانت مش جاهزه لها باي شكل من الاشكال. يعني في 17 سنه وعندها شويه تمييز شويه تفكير. انت لغيتي عقلك تماما. قال لك كلام وفي الاخر قلتي لوالدتك وراح اتكلم مع امك كلام تاني وباعك وبعد ما باعك جاء اقنعك وانت عشان بتحبيه فصدقتيه. يبقى ما فيش اي تمييز ولا اي تفكير ولا اي حاجه تنفع. اوكي طيب اللي جاي ايه؟ اكتشفت انه على علاقه بواحده وعمال يتشرط ويتنى ويتلوي ويتفرد عليكي وفي الاخر بتكلميه ما بيعبركيش. يبقى نقول يا جماعه بالعقل بقى ان الحب ده للاذكياء فقط. انا لا اتهمك بالغباء ما بتهمكيش بالغباء ولكن لما تلغي عقلك تماما يبقى انت بتغبي نفسك بتساعدي نفسك انك تتسمي بالغباء وانت اساسا مش غبيه لانك ما فكرتيش. انما من اول يوم لو كنت استخدمتي مخك وحسيتي ان الانسان ده بيلعب ومش مظبوط كان من اول موقف نقطع ونخلص. وعلى فكره لما بنقطع ونخلص من اول موقف بنغلى ونزيد احترام في عيون الناس التانية. انما لما بنفضل كده ندادي ونسايس ونتغابى ونتنازل ونستهبل ونخاف بنرخص في عيون الناس. مع الأسف انت رخصتي في عينيه. وأقول لك بقى حاجة تانية، انت رخصتي في عينين رخيص. معلش ما تزعليش مني، انت زي بنتي. انت رخصتي في عينين رخيص مش رخصتي في عينين غالي. ما هواش الحبيب الغالي وانتي عملتي معاه موقف رخصتي في عينيه، ده انتي رخصتي في عينين الرخيص. شوفي قد ايه رخصتي.